مكوناته الأساسية. حللنا دم الحبل السري ووجدنا وللأسف حوالي 58% من المواليد في هذين المستشفيين يحملون جين من جينات أمراض الدم الوعري. أيضا يدعونا نحن في الجانب الطبي أن نتخذ خطوات أكثر من أجل الاهتمام بمنع خاصة جهود مركزة للفحص قبل الزواج وغيره. إذا مولاي تكون يعني منسقة بحيث أن تكون مقبولة بالمجتمع بما يناسبه، ليس نستورد فكرة معينة بذاتها وإنما تكون بما يتناسب والمجتمع. مولاي كنا نقترح أن يكون التشخيص مبكر بحيث أن ما يصل إلى هذه المرحلة، نختار أوقات معينة التي يتم فيها الفحص قبل أن يصل إلى الزواج بحيث أنه هو عنده يستخرج بطاقة ويكون المعلومات دقيقة عنده وبحيث أنه يذهب على بصيرة قبل ما يصل إلى مرحلة الزواج.